أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة هدايات حديث نبوي شريف. وفي هذه الحلقة مع حديث يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه، كما أخرجه الإمام النسائي والإمام ابن ماجه. وهذا الحديث أيها الإخوة هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم، بمعنى أنه حديث ألفاظه يسيرة لكن معانيه كثيرة. وهو من جوامع الكلم لأنه كما قال العلماء جمع أنواع المحبة، وقد قالوا بأن أنواع المحبة ثلاثة: محبة إجلال وإعظام، وهي كمحبة الوالد، الوالد حينما نحبه إنما نجله بذلك ونعظمه، إذن محبة النوع الأول هو محبة إجلال وإعظام، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس، والمقصود من الحديث أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون فوق كل ذلك وأعظم من كل ذلك. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون فوق محبة الولد ومحبة الوالد ومحبة الناس أجمعين، ينبغي أن تكون فوق كل ذلك. بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم من لفظ الحديث هي شرط من شروط الإيمان الكامل، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكتمل إيمان أحدكم، فهي شرط من شروط الإيمان الكامل، بل هي سبب لحصول حلاوة الإيمان. وهذا نستفيده من حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وأول هذه الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي سبب لحلاوة الإيمان، بل هي شرط من شروط الإيمان الكامل. والله عز وجل توعد يعني من قدم يعني حب شيء من الأمور المحبوبة بالطبع عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن هذا توعد من الله عز وجل يعني لمن يقدم محبوبات أخرى عن محبة الله ورسوله خاصة. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذه المحبة ينبغي أن تفوق حب النفس، والنفس داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم والناس أجمعين، يعني في هذا العموم في حب الناس أجمعين تدخل يعني يدخل حب النفس، لأن هناك يعني من يقول لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حب النفس، حب النفس تدخل في حب الناس أجمعين. وهنا نستحضر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهورة، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، بمعنى الآن اكتمل الإيمان، اكتمل شرط الإيمان الكامل، فلا يكمل إيمان عبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. والفائدة الأخرى هي أن يعني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تابعة
لمحبة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هذا الرسول، فلا يمكن أن نفرق بين حب الله وحب رسوله، بل إن حب رسوله صلى الله عليه وسلم يعني تابع لحب الله تعالى. وذلك في يعني نستفيده من قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فائدة أخرى أيها الإخوة الفضلاء، وهو أن هذا الحديث يعني فيه دلالة على أن العبد ينبغي أن يسعى لنيل هذه المحبة، يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يسعى إليها العبد ويقدمها على محبة غيره من البشر. وطبعا كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به إيمانا صحيحا لا يخلو يعني قلبه عن شيء من هذه المحبة، لا بد أن نجد شيئا من هذه المحبة. والعبد يعني المؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان صحيح يسعى لنيل هذه المحبة، يسعى لنيل هذه المحبة. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن يعني نستفيد بأن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وآكد من حق الوالد والولد والناس أجمعين، فينبغي إعلاء قدره صلى الله عليه وسلم وإعلاء منزلته عن كل مفضل من الأشياء التي نفضلها من الأولاد والأهل وإلى آخره. ينبغي أن يعني أن نعلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعلي منزلته عن كل هذه المحبوبات. لماذا؟ لأنه كما قلنا في الحلقة السابقة، في الحلقة الأولى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان سببا في استنقاذنا من النار وفي هدايتنا من الضلالة، فلا بد من إعلاء قدره، وأن حقه آكد وأعظم من كل الحقوق. وفائدة أخرى أيها الإخوة، هو أن محبته صلى الله عليه وسلم تكون بنصرة سنته والدب عن شريعته ومحبة أهل بيته وصحابته والسير على هديه عليه الصلاة والسلام. بقي سؤال أيها الإخوة في هذه الحلقة، هو ما هي علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي العلامات التي تدل على أننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا؟ فقد ذكر العلماء علامات ومقاييس لذلك، يعني إذا توفرت في قلب العبد تدل على أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلامات التي ذكرها العلماء أن يكون فقد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من فقد كل يعني أي شيء في هذه الدنيا. فقد أن تستشعر وأن تشعر بأن فقد الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم رؤيته أشد عليك من فقد أي شيء. ولأن غاية ما يتمنى المحب، غاية ما يتمنى المحب هو أن يسعد برؤية حبيبه. فمحب النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في شوق دائم لرؤيته وأن تقر عينه بذلك عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضوان الله عليهم كان أكثر ما يجلب الهم لقلوبهم هو خشية فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء ثوبان وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي من نفسي، وإنك لأحب الناس إلي من ولدي ومن أهلي، وإني حينما أذكرك يعني أشتاق إليك فلا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. انظروا إلى محبة هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصبر على فراقه حتى يأتيه فينظر إليه. وإني يعني أذكر موتك وموتي فأعرف بأنك حينما تموت سترفع مع النبيين في درجة عالية، في منزلة عالية في الجنة، وحينما أموت أخشى ألا أراك. هذا ثوبان رضي الله عنه. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بهذه الآية، بمعنى أن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيكون معه في الجنة.
وأيضا من هذه العلامات تقديم طاعته صلى الله عليه وسلم على طاعة النفس والهوى. ولذلك يقول الله عز وجل في بداية سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فينبغي تقديم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة النفس وعلى طاعة الهوى. ثم الاستعداد التام لبذل المال والنفس دونه عليه الصلاة والسلام. لا بد لمحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في استعداد دائم لبذل ماله ونفسه دونه عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم، هذا أبو بكر الصديق في الهجرة النبوية، يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل الغار قبله ويقول إذا كان فيه شيء يعني يؤدي أن يصيبه هو يعني أبا بكر ولا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه مستعد لفداء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وأنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد يعني جاء في كتب السيرة بأنه جاء فوجد يعني مجموعة من الصحابة جالسين، فقال لهم: ما أجلسكم في غزوة أحد؟ فقالوا له: لقد سمعنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. فقال: ويحكم، إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تريدون من الحياة بعده؟ أو كما قال رضي الله عنه: قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. فدخل المعركة يعني أنس بن النضر رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. إذن هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستعدون دائما لفدائه بأموالهم وأنفسهم. الخلاصة أيها الإخوة هو أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث ليست مجرد كلمات ومدائح وأناشيد يعني نرددها في ليلة من الليالي في العام، بل هي عمل واستقامة واقتداء وبذل وتضحية لهذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعل يعني محبة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني في قلوبنا، وأن يصلي ويسلم على هذا النبي الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبة نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لأبنائنا وأهلنا ومالنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.